يسرنا أن نلتقي بكم في هذه المبادرة التي تهدف إلى استقطاب الممرضين والممرضات السعوديين وتسليط الضوء على مهنة التمريض وأهميتها، والذي تتزامن مع مناسبة مهمة في هذا اليوم وهو يوم التمريض الخليجي. We think about our clinical nursing outcomes, how we take care of patients, and our aim is to provide the highest level of care, quality care, safe care to our patients and their families. Our aim is to attract and retain a highly qualified nursing workforce, which is why you're here today. هذا اليوم عبارة عن حدث نستقبل فيه الراغبين في دخول مهنة التمريض ونبحث عن الذين يتوافق طموحهم ورغباتهم وتعليمهم وتأهيلهم لما يتناسب مع مهمة الملك مستشفى الملك فيصل التخصصي في تحقيق أهدافه.